الابتدائي، عضو تنسيقي الوطنية للتعليم الابتدائي، المجلس الوطني، مجلس وطني المؤقت. نحن هنا أتينا مشاركة مع إخواننا في باقي التنسيقيات وباقي الأسلاك لنعبر عن سخطنا من هذه المخرجات التي لم تعبر سابقا ولا تعبر حتى الآن بما يخرج من هؤلاء من مذكرات ومن مخرجات ومن محاضر يوقعونها. ونحن نقول دائما أنكم الأصل أنه كان يعني لم يكن هناك تلبية للمطالب الأصلية سواء للشغيلة التعليمية وخاصة هيئة التدريس ولا للمنظومة التربوية. نحن أتينا هنا دفاعا عن المنظومة التربوية وعن الشغيلة التعليمية وخاصة هيئة التدريس التي لم تنل لا سابقا في المخرجات السابقة ولا الآن من أي إنصاف. نحن في السلك الابتدائي نعبر عن امتعاضنا للتجاهل التام الذي يتم حول هذا السلك الذي هو الأساس. ونحن نقول دائما لا مساس لا مساس، والسلك الابتدائي هو الأساس. السلك الابتدائي لا يمكن أن يكون هناك أي متعلم يصل إلى البكالوريا دون أن يمر من الأسلاك الأولى. إذا كانت كان الأساس الأول كباقي البنايات كباقي البناء في شتى المجالات، إذا كان الأساس خاطئا وغير صالح فإن البناية كلها مهما تم تزويقها ومهما تم ترميمها فإن أساسها فاشل فاشل. هذا التعبير من أساتذة الابتدائي كغضب لإثارة الانتباه إلى المشاكل العويصة التي يعيشها أساتذة السلك الابتدائي. لا مجال لأن ننمق ونزوق ونخرج في المناضل الإعلامية الوطنية بأن كل حاجة بخير ورحنا ماشي مزيان ورا الأساتذة راضون. لسنا راضين، لسنا راضين أبدا، لسنا راضين على المخرجات. لا تكذبوا على المواطنين، لا تكذبوا على التلاميذ. التلاميذ يقولون أن التلاميذ هم رهائن لدى أساتذة، احنا كلنا رهائن لدى الحكومة، كلنا أصبحنا رهائن لدى هذه الحكومة التي لا تعمل على حل المشكل من أصله وإنما تبادر إلى بعض المخرجات تقول هنا وهنا. واش انتم بصح واعيين باش نكديروا؟ واش انتم بصح فعلا كتحلوا المشاكل ديال المنظومة التعليمية؟ واش بصح أن مع التعبير كله اللي كان من ثلاث أشهر غادي تجيو تقولوا صافي حلينا المشكل ورحنا اختصرنا وجبنا واحد الخطة قال لك واحد الهندسة مدروسة متقونة، يعني غيجيبوا لنا أسبوع زيادة أسبوع يحل المشاكل وتعويض مكان. وسيدي باقي الأساتذة باقين كيغوتوا، مازال كيعبروا على السخط ديالهم. ما تكذبوش على المواطنين، إلا بغيتوا فعلا تحلوا المشاكل ما تاخذوش هاد الأمر هذا بمنظور شخصي. ما تشخصوش أو لا ما ديروش شخص ديالكم شخصنوه وتقولوا بأن راه الأساتذة ضد واحد الشخص أو لا ضد واحد الأشخاص. لا، الأساتذة ما ضد تحل، الأساتذة ضد الحجرة، الأساتذة ضد الإقصاء، الأساتذة ضد الحلول الترقيعية، الحلول الترقيعية التي لا يأتي منها إلا الفشل في المنظومات وكيخلي أن المغرب دائما يصنف في المراتب الدنيا ديال التصنيفات ديال التعليم في العالم. حشومة أنكم تضعوا المغرب في هذه الحالة. هذا الموضوع ليس بين أشخاص، ليس بين أساتذة، وهذا نزلوا بغيتوا تحلوا المشكل نزلوا عند الناس اللي هما كيمارسوا هذا الأمر، كيمارسوا التعليم، الممارسين ديال التعليم اللي هما الأساتذة هما الممارسين ديال التعليم. يخصكم تنزلوا وتستشروا معاهم وتقولوا واش هذا الحل مناسب أو لا، أو لا إلا حنا لقينا حلول مناسبة والأساتذة كانوا راضين عليها المنظومة كل على يقين أنها ستنجح، المنظومة ستنجح. نزلوا عند الأساتذة وتحاوروا معاهم. النقابة كي تحاورتوا معاهم أغلبهم ليسوا ممارسين، أغلبهم إما متقاعدين من سنوات التسعينات لا يعرفون المشاكل الحقيقية التي يعيشها الأساتذة. نزلوا وحاوروا مع الناس اللي هما كيمارسوا، أو لا شي واحد متفرغ من سنوات لا يعرف، أو لا ربما له أغراض شخصية.
شخصيه او الاغراض هذا كيقضيها. نزلوا عند الاساتذه، رحنا ليسنا الاساتذه ليسوا هواة اضراب، رحنا هاد الشهور اللي دازت راه تعذبنا فيها، عانينا فيها، حنا قلبنا على دوك التلاميذ. والمسار ديال التدريس يشهد، والتلاميذ يعرفون والاباء يعرفون ان الاساتذه قلوبهم على اجل التلميذ. راه الا تصحت المنظومه بشكل جذري المستفيد الاول منها هو التلميذ، هو المواطن، لان الا كان التعليم العمومي ناجح المواطن عنده الكرامه لانه سيستفيد من هذا التعليم العمومي. الدول الاخرى ليس فيها تعليم خصوصي، ها احنا عندنا تعليم خصوصي، لا دول اخرى المتقدمه عندها تعليم عمومي يعبر عن العداله ديال التي تعطى للمواطنين. وبالتالي نحن ايضا كذلك يجب ان تكون لنا العداله، كل ما كانت المنظومه التربويه ناجحه فيها كرامه ديال التلميذ وكرامه ديال الاستاذ بالاول والاخير اكيد انها ستنجح. ونحن نقول عودوا الى رشدكم، اليس منكم رجل رشيد؟ عودوا الى رشدكم وحاوروا هؤلاء التنسقيات، هذه التنسقيات وهؤلاء التلاميذ من اجل الاصلاح الحقيقي والجذري. وتحيه، شكرا على